جرت بين إدارة سجون الاحتلال وبين قيادة الإضراب وعلى رأسهم القائد الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في سجن عسقلان وبعد مفاوضات زادت عن 20 ساعة. تم التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون حول المطالب الإنسانية العادلة المطروحة من قبل الأسرى، وبناء على هذا الاتفاق الذي ستعلن تفاصيله في وقت لاحق تم تعليق الإضراب، وأن اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب تعلن اليوم انتصار الأسرى والشعب الفلسطيني، انتصار الأسرى والشعب الفلسطيني في ملحمة الدفاع عن الحرية والكرامة. وتوجه التحية والتقدير إلى أبطالنا الأسرى في ملحمة الدفاع عن الحرية والكرامة، وتوجه التحية والتقدير إلى أبطالنا الأسرى الذين بصمودهم وإرادتهم أحرزوا هذا الانتصار العظيم، وتحدوا كل وسائل البطش والقمع وكل محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي كسر الإضراب وإفشال مطالب الأسرى، ولم يتراجعوا ولم يستسلموا رغم الظروف القاسية والصعبة والإجراءات الخطيرة التي طبقت عليهم خلال 41 يوماً من الإضراب. وتوجه اللجنة الوطنية تحياتها إلى شعبنا البطل وإلى كل الأحرار والشرفاء في العالم الذين شكلوا سياجاً متيناً لحماية ملحمة الحرية والكرامة. تحية لعائلات وأمهات الأسرى الصابرات الفاضلات الماجدات، ولكل الذين وقفوا إلى جانب معركة الأسرى في الوطن والشتات، ولكل المؤسسات الدولية والحقوقية والبرلمانية التي ساندت ودعمت مطالب الأسرى المشروعة. وتوجه اللجنة تحياتها إلى سيادة الأخ الرئيس محمود عباس وإلى القيادة والحكومة الفلسطينية على الوقوف والدعم والتحرك على كافة المستويات السياسية والحقوقية لحماية الأسرى والانتصار لمطالبهم الإنسانية. إن اللجنة الوطنية لمساندة إضراب الحرية والكرامة تؤكد أن انتصار الأسرى العظيم والأسطوري قد حطم كل الرهانات الإسرائيلية وحساباتها القمعية، من حيث أجبرت حكومة الاحتلال على إجراء مفاوضات مع قيادة الإضراب ومع الأخ القائد مروان البرغوثي بعد رفضها ذلك على مدار 41 يوماً من الإضراب، وبعد أن أيقنت أن الأسرى مصممون على مواصلة إضرابهم حتى النصر أو الشهادة. إن وسائل القمع والعنف والانتهاك لم تضعفهم بل ازدادوا قوة وإصرارا. لقد عاد هذا الإضراب الحالة النضالية الوطنية للشعب الفلسطيني بتلاحمه ووحدته في الحراك الشعبي والمساندة على مدار الساعة، مما يؤكد أن قضية الأسرى تحتل المكانة الأولى والأساسية لشعبنا، وأنها قضية الانعتاق والتحرر من الاحتلال، وإن أسرانا هم أسرى حرية وليسوا إرهابيين ومجرمين، وأن لا سلام عادل وحقيقي في هذه المنطقة دون حرية الأسرى والإفراج عنهم. أعاد هذا الإضراب الملحمي الهيبة للحركة الأسيرة بوحدتها
وإحياء روح التضامن الجماعي والمشاركة الجماعية والوطنية، مما أسقط حسابات الاحتلال بالسيطرة وتفكيك وحدة الأسرى. إن المناصرة العالمية لإضراب الحرية فضحت حكومة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها التعسفية والخطيرة التي يمارسها بحق الأسرى، والتي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. شكل إضراب الحرية والكرامة وانتصاره أهمية قصوى لدعوة المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها ضد الإنسانية، ودعوة كل مكونات المجتمع الدولي لتوفير الحماية القانونية للأسرى ووضع حد لما يتعرضون لها من جرائم. إن اللجنة الوطنية لمساعدة إضراب الحرية والكرامة توجه في ختام بيانها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا خلال الهبة الجماهيرية المساندة للإضراب، وهم الشهداء سبع عبيد، معتز بني شمسة، فاطمة طقاطقة، رائد رضايدة، مازن المغربي، فاطمة حجيجي، ووالد الأسير المضرب محمد دلاشة. وتحية لكل جرحان البواسل الذين نتمنى لهم الشفاء. الحرية للأسرى والمجد للشهداء. ستعلن لاحقا الذي اتفق قيادة الإضراب والأخ القائد مروان برغوثي، والتفاصيل ستعلن لاحقا. شكرا لكم.